سيداتي، آنساتي، سادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدحت شلبي يحييكم من قناتكم المفضلة دوما بمشيئة الرحمن On Time Sports، ويسعدني أن أكون معكم في واحد من أهم لقاءات القمة بين الكبيرين الزمالك والأهلي على كأس السوبر المصري موسم 21-22. لمن تكون هذه الليلة؟ لمن تكون هذه الليلة؟ ولن يتحدث أحد عن الماضي الذي حقق فيه الأهلي الفوز على الزمالك في 5 لقاءات سوبر مقابل 2 فوز للزمالك، ولكن الحديث الآن ما هو آتي؟ ماذا سيحدث؟ الزمالك يريد أن يؤكد الريادة بعد موسمين محليين حصد فيهما كل شيء، بينما الأهلي يرغب في كسر هذا الاحتكار والعودة إلى الأيام الخوالي التي كان يجني فيها كل الثمار. سنرى ونستمتع بمشيئة الرحمن. على يمنا الزمالك وعلى شمالنا النادي الأهلي، ويا ترى يا هل ترى، هل مباراة مفتوحة من كلا الفريقين أم أن هناك حظرا دفاعيا ربما يفرضه كل من فريرا وكولر مع مطلع المباراة؟ 25,000 بالتمام والكمال هي سعة المدرجات، وهو أيضا عدد المتفرجين والمشاهدين والأنصار، نصفهما أهلي ونصفهما زمالك أو يكاد يكون كذلك. لمن تكون الليلة ومن يحقق الحلم؟ ها هي البداية إذن. كريستيانو رونالدو، كريستيانو رونالدو، كريستيانو رونالدو، كريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو. تغيير اتجاه اللاعب على اليمين. كريستيانو يفعلونها، يسجلون في المرمى الآن هدف. كانت في غاية الروعة. لم ننتظر طويلا قبل تسجيل الهدف الأول. محمد صلاح، محمد صلاح، محمد صلاح بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. يحتسب الحكم ركلة حرة. يلعب كرة طويلة إلى المساحة الفارغة، واحد ضد واحد، فرصة خطيرة جدا. محمد صلاح، محمد صلاح. الجماعة اللي فاتتهم بداية المباراة، فريق تمكن من إحراز هدف مبكر جدا هذا اليوم. النتيجة 1-0. يبحث عن المهاجم كريستيانو رونالدو. يا كريستيانو تلعب الكرة جميلة، جول. يوم كبير جدا، عادوا ليسجلون مرة أخرى. أي تألق في مباراة اليوم، أي روح عالية، أي قتالية. هدفين مرة أخرى في غضون دقائق. كرة ذهبية، لا يمكن أن ترفض الهدية. ها
هدفين مقابل لا شيء. تقدم بهدفين يعني أنهم متحكمين تماما في مجريات اللعب بالطول والعرض، يقدمون أداء مبهرا في مباراة اليوم. يحصل عليها كريستيانو رونالدو، يلعب كرة على اليسار، يمر ويلعب كرة بينية والعرضية، نجحوا في تخليص كل الكرات، كرة إلى الأمام، محمد صلاح خسر المواجهة أمام خصمه، كريستيانو رونالدو، محمد صلاح، محمد صلاح، يلعب كرة بينية، كريستيانو رونالدو يلعبها على اليمين، كريستيانو رونالدو، كريستيانو رونالدو في أفضل مكان، لكن النهاية لم تكن ناجحة. الكرة ملعوبة من مسافة، يلعبها طويلة، يطلق الحكم الصافرة في هذه الأثناء لينتهي الشوط الأول. الكرة الممتعة اللي يقدمونها في مباراة اليوم، الأداء السلس الممتع والأهداف والسيطرة وكل شيء، يحتاجون أيضا ربما إلى مزيد من التركيز لتكون أهداف أكثر في الشوط الثاني. فصل آخر من الإثارة، اللاعبون يعودون من غرف تبديل الملابس. كريستيانو رونالدو، يا سلام، تمريرة جميلة بذكاء، خلص الكرة، هجمة مرتدة الآن، محمد صلاح، محمد صلاح، محمد صلاح، والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه، محمد صلاح، محمد صلاح، محمد صلاح، تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب، يلعبها لمنطقة الخطر، كرة طولية في المساحة الخالية، يزول الخطر مؤقتا بعد تدخل سريع من المدافع على الكرة العرضية، الآن تحولت إلى ركنية، يلعبها طولية، لاعب في الأمام في مكان التسلل، يلعب كرة طولية، وستكون هنا رمية تماس، كريستيانو رونالدو، كريستيانو رونالدو يحاول لعب الكرة إلى الأمام بشكل سريع، يحاول أن يلعب كرة بينية ويلعبها عرضية، تمريرة لم تكن دقيقة بدون خطورة تذكر، محمد صلاح يفقد توازنه،
أجمل تدخل في لحظة حاسمة بعد أن كانت كرة خطيرة جدا على مرمى فريقه. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. محمد صلاح، الكرة داخل الشباك. لم يكن عنده الفرصة ليفوت مثل هذه الكرات. يواصلون اللعب والمحاولات، أصبح الفارق هدف وحيد الآن. كريستيانو رونالدو، ركنية رائعة ورأسية في غاية الجمال. يتواصل اللقاء وأصبح الفارق هدفين. بالتأكيد نلاحظ مع حضراتكم التغيير في الأجواء مع هذا الهدف الذي أراح البعض وأصاب البعض بكثير من الجنون. الله على الكرة جميلة، والعرض كريستيانو يلعبها في المرمى. جول! انتهى كل شيء بهذا الهدف. مباراة انتهت تقريبا في هذه اللحظة. نجح في الوصول إليها برأسه، كانت اللمسة الأخيرة في منتهى الروعة. يسيطرون على المباراة واتسع الفارق إلى 3 أهداف. كل شيء في مصلحتهم اليوم. محمد صلاح، كرة طولية من الحارس، استحواذ وسيطر على الكرة لكن بدون فاعلية تذكر، بدون قدرة على الاختراق. يبحث عن المهاجم. محمد صلاح، لمسة بينية. محمد صلاح، وكرة في اتجاه المرمى. جول! نهاية جميلة جدا بعد تمريرة من ذهب. ربما يكون هذا الهدف هو هدف العودة، وأخشى عليهم أن يكون هذا الهدف مجرد هدف شرفي. يستعيدها كريستيانو رونالدو، يلعبها عرضية. محمد صلاح، حتى وإن تناقل وانتهى انتهى انتهى المشوار. بذلوا جهدا كبيرا لتحقيق الانتصار. ستكون الجماهير سعيدة جدا بهذه النتيجة وبهذا الأداء. هذا ما يحب أن يشاهده الجمهور بالتأكيد، الرغبة الهائلة في تحقيق الفوز.